رفقة الحداقة وتويلكم والشيوات المختارة اللي كتقترحوها علينا وكتشاركوها معنا من خلال الرقم اللي هو 0522-36-0536. لا غزلان مازال معنا. ويلا لا جميلة، مرحبا. أول شيء اليوم ما شاء الله عليك، شفنا بزاف ديال الأمور اللي ربما في بساطتها وفي ترتيبها كتخلق واحد الوقت اللي هو زويون لكل سيدة أنها تستمتع وعندها الحق باش أنها تعيش الوقت ديالها ليها، الوقت لوليداتها، الوقت اللي كنقولوا حنا الوقت النوعي اللي يكون فيه بزاف ديال الحاجات، واخا يكون خليل ما يكون فيه الاستفادة. فوالا. وعاد حاجة أخرى لالا جميلة، حتى السيدة كتشوف ذاتها، كتشوف راسها. حيت حنا بزاف السيدات خاصها تكون أنانية لراسها، تبغي راسها بعدا، فهمتي، تكون تايقة في راسها. ماشي خاصنا، أنا تنقول المرأة اللي تكون جالسة في الدار خاصها تعطي اهتمام لراسها، ماشي تبقى غير ديك الكوزينة الدار، الكوزينة الدار، الكوزينة، وفوقاش غتشوف راسها، وفوقاش غادي يبقى لها الوقت، فهمتي. أنا تنقول الكوزينة مع 12 خاصها تسد صافي، ما بقاش ندخل ليها. والله هذه دائما كنقولها لالا جميله، الكوزينه خاصها 12 شونس صافي تسد صافي ابدا. يعني يكون والله القسم يكون تسد، يكون الحد، يكون كل شيء. شتي انا نقول لك واحد القضيه لالا جميله، انا العطل كنكرههم في العطل، والله القسم الا كنكرههم. علاش؟ لان كيتخربق لي لا روتين ديالي ديال الاسبوع ديال الاسبوع. ولكن ومع ذلك كتحاول ترتب، ومع ذلك كنكون كنحاول نكون حريصه، تنطيب الغدا وكل شيء، وتنسالي تنقول لهم اللي بغى يتغدى ها الغدا، واللي بغى يفطر ها الفطور. يعني المهم انا نحط غداتي في ال 12 في الوقيته ديالك، في الوقيته ديالك نحط 12 ونص كاع الا تعطلت، المهم الفطور يتحط في الوقت صافي. والمراه هكا باش كتشوف حتى هي راسها، وبغات دير الرياضه، بغات تخرج دير ديزاكتيفيتي، فهمتي. كل مره شنو 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 كدير. يعني كاين زوين هاد الحاجات، وهادو راه الا جينا نرجعوا حتى السيدات زمان كانوا على الاقل، يعني ما كانش هاد القضيه ديال السبا ولا تمشي دير الرياضه ولا كانوا، ولكن كانوا كيديك اللامه ديك بزاف. فوالا. ولكن فاش كيتجمعوا راه ماشي كيتجمعوا شادين التليفونات و لا لا كيهضروا مع بعض، راه كانوا كيعطوا افاده لبعضياتهم وكيعاونوا بعضياتهم. فاش نمشي عند جارتي راه تنمشي نقي معها ديك القمح، تنمشي ندير معها شي حاجه، نعاونها في شي حاجه، بغات تولد كنعرفها كنمشي نعاونها، كنجمعوا حنا كاملين، كندو ديك الصنعه ديالنا، كنتريكو، كنتنبات، كان داك الصوفا، كان كتجي العيالات كاملين كنتعاونوا حنا كاملين. راه كان هادشي اللي عقلت انا في دار جداتي والعائله والجيران وكل شيء. صراحه راه كنا فوالا، راه كان غير تريكو ديال الصوف، راه كتقدر ماماك مصيبه اليدين وجارتها مصيبه الدار، مصيبه الدار وجارتها هذا الشيء الكل راه كتقاد في الكم داك الكل. والله وليت العيد وخصو مازال يتخيط، كتقول لها واش كملتي الكم ولا مازال. وليت العيد انا كنت كنعقل على الام ديالي، كانت كتبات تنبت لينا في شي قفيطين ولا شي كسوة. انا حيت الام ديالي كانت كتخيط، وعماتي كلشي، انا عائلتي كلهم كانوا تبارك الله عليهم. كيف الناس كيف العيالات زمان كيباتوا، وحده كتنبت هذا القنت، وحده كتنبت هذا القنت، وحده والفصاله كيفاش دايره، وما شاء الله. دابا حنا تلهينا الوقت باش ما نقولوش ما نلوموش، سي فغي الوقت ولا مفتون. يعني فعلا الا ما حرصتيش انك تخلق واحد الوقت نوعي لراسك راه فعلا تضيع. يعني الانسان يحاول يكابر، المره الاولى ما تصدقش، المره الثانيه ما تصدقش، ولكن نكونوا اكيدين ان المره الثالثه غتصدق ولو بشكل نسبي. من بعد مني غتشوف ناجحه، راه بطبيعه الحال الانسان غيكمل في هذا النطاق هذا. وعاد قبل دغيا غير خفيفه، عاد كاين خصهم يديروا واحد لي بروغرام، كاين روتين يومي وداك لا روتين ولا سميتو ديال الاسبوعي، وكاين الشهري وكاين السنوي. فوالا. كل عام غادي نهز صالوناتي وقدهم قداش وغنبدا، لا هذوك راه تنهزهم انا من العام للعام. بصح بزاف السيدات كيعملوا هذه القضيه. صح فوالا. وحتى لي بلاكار ماشي كل البلاكار نحرص على وليداتي، حرام واش يخسروا لي شي حاجه في لي بلاكار ديالهم. تنقول لهم ما ترجعوش ليا الحوايج البلاكار، ما عرفتيش طويله حطها تما. فوالا باش انت تبقاي في الترتيب ديالك. وحرام واش تهزوا شي حاجه بلا خباري، بغيتي تبدلوا ماما، بغيت نبدل، نمشي نقول لهم هزوا هذه ورجعوا هذه وهكا. دابا على حسب يعني الترتيب اللي مشيتي معاه مع العائله صافي والفوا دابا. مشيت معاهم الحمد لله، الحمد لله. ودابا ندوزو للشهيوات. دابا ندوزو للشهيوات. ما شاء الله عليك صراحه، اشنو تقترحي علينا اليوم؟
ايوا في الحقيقه غادي نقول لكم اقتراح اللي دايره انا اليوم لداري. فوالا يعني شي حاجه سهله لان كنعرفوا اليوم الخميس غدا الجمعه كسكسو. فوالا اليوم غنديروا شي حاجه خفيفه. انا اليوم دايره واحد الروب غادي يعجب السيدات ساهل زوين غادي تجربيه لاله جميله ان شاء الله الاخبار. ان شاء الله ودايره مع مرافقه مع واحد لي ستيك. انا نورمالمون اليوم كما قلت لك تنديروا شحوت ولا سردين. مي مع كنت مسافره وما قدرتش نخرج وداك الشيء قلت نكتفي بداك الشيء اللي عندي في الدار. مزيان جبت واحد الطريفات ديال الستيك وديال الدجاج راه ماشي ديال اللحم ولا هذا ديال الدجاج. انا دونك خديت راه غير ديال الدجاج لان واحد القضيه يديروها السيدات بالنسبه للناس اللي ما تياكلوش الصدر. هذه حتى هي غنزيدها لهم. فاش نجيب ديك الدجاجه نغسلها داك الصدر كنعرفو كيبقى غير يتلاوح. الصدر ديال الدجاج بزاف الناس ما كيجيهم قاصح في المضيغ او شي حاجه. دونك غادي نشد هذاك الصدر غادي نديرو بحال الشفتيك ولا نديرو بحال ولا نقطعو مربعات ولا نديرو طويول بحال كي غندير به شاورما هذاك ونديرو في واحد البلاستيكات ديال التلاجون ونخبيه راه كيصلح لبزاف د الحوايج. انا عطيتهم فكره بسيطه. دونك انا درت قطبان بعض المرات كيف قلتي شاورما ستيك اي حاجه هذا عندي. انا كنت ديجا قطعته من واحد الدجاج درت الدجاج انا ديجا رقدته في ياغورت مسوس وفي البودره ديال الثومه ودرت معاه واحد شويه الشرموله ديال هذيك ديال الدجاج ياك ودرت معاه واحد معلقه صغيره ديال لا موطارد وخليته هاد الشيء اللي درته البارح بالليل خليته كيترقد. فوالا واليوم الصباح راني جبدته غادي نديرو غير في المقيله ناشف هكا كندوزو اللي بغاو يدخلوه للفران يدخلوه. شي خطرات انا تندير هاد الطريقه وتنفرش البطاطا من تحت ايه وتنديرو من الفوق وتنغطيه وتندخلو للثلاجه يطيب تيجي باردون الفران يطيب تيجي زوين تندخلو للفران تيجي زوين. انا اليوم حيت غادي نرافقو مع الروز. الروز اشنو فيه؟ هذا الروز بفلافل. تناخذ واحد البصله كبيره خديت انا دابا بصله كبيره حكيتها ولا اللي عندها الروبو كدوزها في الروبو طن دغيا كتخرج ميه وكت هذا ودرتها في المقيله اللي ما كتلصقش وديتها وجبتها مع معلقه ديال الزبده كبيره مع معلقه ديال الزويته فوالا ديال الزويته بلديه والروميه اللي بغا وخليتها كتمشي وكتجي تتبدل اللون ديالها. انا كنت الفلفله خديت واحد اربعه الفلفلات خديتهم ملونين. انا عندي غير الاحمر والصفر والاحمر والخضر فوالا اللي عندها صفر اورونج دابا تبارك الله الالوان ولا بزاف الفلفله صح. خديت انا عندي غير جوج الالوان هما اللي لقيت موجودين شويتهم شويت الفلفله وحيدت لها ديك القشيره ديالها وقطعتها مكعبات وما يغسلوش الفلفله يحاولوا تكون مغسوله قبل ونحيد لها القشيره باش تبقى في هذيك الطيبه ديال الشوا ديال فوالا وقطعتها مربعات وزدتها على ديك البصيله. والروز انا ديجا لاله جميله كان عندي مسلوق حتى نشف من الماء ديالو فوالا نشف من الماء ديالو ومن بعد زدت واحد ضامد البنه في هذيك الروز وزدت معاه شويه البزار غير شي شويه وشويه السكينجبير وشويه الخرقوم البلدي غير باش ذاك الروز ما يبقاش لينا ابيض يتبدل اللون ديالو شي شويه ايه. وزدت معاه انا تندير كان هاد سميتو كتبغي المعدنوس بزايد هاد الوصفه هذه ديال الروز ديال الروز ومن بعد خلطت هذاك الشيء كله هو وها هي محطوطه ما شهيتك حتى تجي رائعه بزاف صراحه. الرز مع الفلافل مع البصله مع هذا كيتنسم بداك الشكل تجي فنه غتجي زوينه. البصله كنحرص عليهم ما يخليوهاش صحيحه خاصها تكون دايبه باش كتجي غير ديك البنه ديال الروز مدغمره كتجي حتى هذا فوالا. ولي ستيك غادي نديرهم دابا غنديرهم انا غير في المقيله ونحطهم مرافقين معاها وديجا كانت عندي عديسه في الثلاجه فهي غادي نحطها وهذا هو الغداء ديالي لاله. الله يعطيك الصحه جميله وغادي نعطيكم نزيدكم واحد الاكله مسفيويه واخا ناخذوا هذه الاكله المسفيويه مرحبا غادي نعطيكم نجيمات بالدجاج او باللحم او بالبديز. هذه اكله مسيويه كانوا كيتجمعوا عليها العيالات الذكري ملي كيمشيو يديروا شي حاجه في الصنعه ولا كيتجمعوا كيديروها في العشيه واخا اولا كيديروها دابا حنا ولينا كنديروها بالليل. هي اكله كتجي بالليل كتعشي بها زوينه فوالا شا هاد النجيمات كيتباعوا يعني موجودين ما عرفتش
مي ما عرفش انا علاش ما كيتبعوش في المدن الاخرى. فوالا دوك الانسان ياخذ يا اما يقلب عليهم يا اما ياخذ شي حاجات قريبيه يجرب شي يلقاهم. هي هي كتجي تقريبا بهاد هاد النجيمات ولا بالشعريه، هي اللي كتدارها بالشعريه العاديه راه كتجيو. غير ما يشريو ديك ديك النجيمات اللي كيتحلوا كيكبروا في الماء. فوالا هذه خاصها تبقى بالحجم ديالها، دونك واضحه واضحه. دونك ناخذ الدجاج، ناخذ هي كتجي بالدجاج واللحم الغنمي ولا القديد باش كتعطي ديك التعليكه. صح انا نفس المقادير اللي غنديروا فيهم كاملين، غادي دجاج لحم قديد واخا غادي ديروا واحد البصله مقطعه رقيقه مشلضه رقيقه ياك، واحد الكميه ديال اللحم على حسب كل واحد. وغادي ديروا واحد العديده ديال القزبر، غادي نديروا شي شويه الملحه، البزار، اللي بغات تحك مطيشه تحكها، اللي ما بغاتش ما تحكهاش. كيبقى البنه بحال بحال. فوالا. وغادي نديرو سكينجبير. اييه. الخرقوم البلدي. والسمن الحار ضروري في الاول باش باش تنسم. فوالا تنسم في الاول. وكنديرو الزيت البلديه وزيت الروميه. واخا. ومن بعد كان شويه غير ماشي نقليوش بزاف، غير شي شويه. غير شي شويه وكنسد وكنمرقوا نمرقوا شويه جديد طيبين اللحم والدجاج. وانا وكنسد سميتو الكوكوت ولا المهم الطنجره. فوالا الطنجره هي كتبغي باش يطيب داك الشيء. وكان ملي كيطيب لنا داك الحيمه كنحيدوها. كيكون عندي ديجا انا الماء مقراش الماء ولا داك البويه طايب فيه الماء. فوالا باش هذيك ملي حيدت الدجاج كنخلي ديك المريقه اللي طاب فيها. ياك كنجيب شعريه ولا نجيمات لا بعدا كنجيب داك الماء كنخويه. والنجيمات كنكون انا ولا الشعريه كنكون مفوراهم انا من قبل. فوالا البرمه ديالي صغيره راها كتفور. علاش حنا غادي نفوروهم؟ باش ملي كيطيبوا ما كيلصقوش على بعضياتهم، واخا تبقى حتى الغد ليه كتحركيها بالمعلقه كتلقيها رطبه. لا ما ملصقاش. كنقول الحبه كتلقط الحبه. مزيان. وكنجيب كنرمي ديك الشعريه ديجا انا مفورها، كنزيد الملح، كنخليها كدور، كنقولوا حنا تنحركوا وهي كطيب، وتبقاو تحركوا لان كتلصق من الفحم. فوالا. نبقى حداها انا في الكوزينه كنقضي شي حاجه وانا كنحرك حتى كتوقف. شنو هي كتوقف؟ المريقه. كتشرب الماء، الماء كيتشرب كتبقى غير ديك الشعريه ولا النجيمات. فوالا. وعاد في الاخير كنزيد واحد المعلقه السمن، اللي ما كيبغيش السمن ما كيزيدهاش، ولكن هي كتجيب السمن رائعه. وكنردو عاوتاني على دوك الحيمات ولا صافي حتى التقديم؟ لا بلاتي ملي تطيب انا جايه كتحطي واحد الطبصيل ولا قصريه ولا كيفاش ما بغيتي تحطيها، وكنحطوا واحد الطبقه ديال النجيمات وكنستفوا دوك الحيمات وعاد كنغطيوها بطبقه اخرى ديال النجيمات. تجي بحال مدفونه مزيان. كتجي بحال مدفونه، ولكن راه ما نعاودش ليك لالا جميله كيفاش هادشي. انا جاتني بحال دوك لسان الطير اللي كيصيبوا، يعني بحال هي تقريبا بحالها، ولكن هاد حنا هادي عندنا معروفه. صح عرفت. ما يمكنش تمشي وما يحطوش لك هاد الطبق ديال النجيمات. النجيمات الصحه. اول شيء كنت سعيده بك في العاده لغزلان وبالتاويل ديالك وشاركتي معنا كل شيء من القلب. كنتمنى ان كل مستمع مستمعات ياخذوا الاراء ديالك تقريبا البروتوكول ديالك على شان الانسان تامد باش انه يلقى الوقت لنفسه. هذا هو الاساسي من هذه الفقره هذه. شكرا لك بزاف لغزلان، ونتلاقاو ان شاء الله في وقت قريب يا رب. نشكركم. شكرا لكم وسي جمال مستقبل المكالمات، وكنبوسك بزاف بزاف لنا جميعا. شكرا لك بزاف.